أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الحريف. النهاردة معانا حلقة مختلفة، هنتكلم فيها عن الفرق الصاعدة للأدوار قبل النهائية من دوري الحريف. يعني وصلنا للمحطة قبل الأخيرة، بدء التصفية الأولى. كل المجموعة اتحسم بنسبة 90% أو أكتر من 90% بين الفرق اللي صعدت والفرق اللي تأهلت. في مدينة نصر كان فريق الجزيرة هو الحصان الأسود اللي دخل البطولة بعد البطولة ما بدأت بعدة أسابيع، ولكن نجح في التأهل في 3 مسابقات من المسابقات اللي شارك فيها. نجح إن هو يتأهل في مسابقة 2001، بل لعب الدور قبل النهائي وتأهل إلى المباراة النهائية. مسابقة 2003 أو 2005 أيضا تأهل فيها، وأعتقد إنه تأهل في مسابقة 2003. علشان كده النهاردة هيكون معانا في الفقرة الثانية احتفالية من نوع خاص بفريق الجزيرة اللي استحق عن جدارة لقب الحصان الأسود في أول مشاركة ليه في دوري الحريف. الناحية الثانية فريق نجوم أسوان من الفرق اللي ظهرت بشكل كويس جدا وتألقت مع الكابتن عبدو الغريب في بطولة دوري الحريف بالجيزة. كان مشارك بفرقتين، فرقة 2009 و2007، قدر ان هو يقدم مستوى رائع مع فريق 2009 رغم ابتعاده عن المنافسة، ولكن كانت من الفرق الرخمة بلغة الكورة اللي كله كان بيخاف يلعبها. في 2007 وصل للمرحلة النهائية وتبقى جولة وحيدة لحسم اللقب في مسابقة 2007 ما بين نجوم أسوان وما بين ستار. كل واحد ليه مباراة الأسبوع المقبل هتحدد مين بطل دوري 2007. واحنا في الحلقة هنقول لحضراتكم طبعا كل الفرق اللي تأهلت سواء في مسابقة الميكس أو 2001 أو 2003 أو 2005 و7 و9، وكذلك الفرق المشاركة في بطولة الكأس اللي هتنطلق يوم الجمعة بعد المقبل 1/3 إن شاء الله. ولكن في البداية يعني بيسعدني وبيشرفني إن يكون معايا النهاردة الكابتن عبدو غريب المدير الفني لنجوم أسوان. منورنا كابتن عبدو. الله يخليك كابتن محمود، وشكرا طبعا على المقدمة الجميلة دي، والحمد لله. أخبار حضرتك إيه؟ بخير الحمد لله، تمام الحمد لله. عاملين إيه في الدوري؟ والله الحمد لله كابتن محمود. بالنسبه ل 2009 احنا يعني وقعنا كده كم ماتشين كده وتعادلات، فالحمد لله لما ركزنا العيال لما عرفوا يعني طبعا الحمد لله يعني هم اول مشاركه ليهم، وكان المفروض ان هم يعني يتعلموا ازاي يشاركوا ازاي الدورات التحكيم، فالحمد لله يعني ابتدينا ان احنا ناخد حتى مركز من يعني كنا في تحت، كنا في القاعه تحت. كنت تحت خالص بالظبط. كنا تحت خالص والحمد لله. يعني انت عامل مفاجاه الاسبوع اللي فات، قلبت الدوري كله راسا على عقب. انت كسبت فرقه نجوم اسوان، كسبت ستار 3-0. اللي كسبت ستار 3-0. وطبعا يعني ستار ماشيه مع الحسام بنفسه، ما بينهم نقطه واحده فقط ما بين الاثنين، يعني اللي هيفقد نقطه في هذه الجوله او الجولات المقبله خلاص اللقب اتحسم بشبه رسمي او رسمي. خساره ستار في مباراه امس من نجوم اسوان بعدتها خالص عن المنافسه على قمه الدوري. والله حضرتك يعني احلى ما فيها المنافسه، ومنافسه جميله جدا، سواء فرقه حسام فرقه محترمه جدا طبعا بقياده الكابتن احمد. كابتن احمد الدالي عاملين شغل محترم، عاملين شغل جدا ومحترم جدا، وكفايه بصراحه انا برضو بشكرهم على حضرتك على الاستقبال برضو طبعا. حاجه كويسه وحاجه يعني حاجه احنا اتبسطنا كلنا. طبعا فرقه ستار فرقه عظيمه طبعا، فرقه كبيره جدا، كابتن حازم وكابتن ياسين من المدربين المحترمين. بص وحضرتك انا بقول لك بامانه فرقه محترمه جدا جدا, جداً. يكفي ان هم منومنيش إن 2009 في السنه اللي فاتت برضو في ستار وصلت لقبل نهائي البطوله. هي فرقه محترمه جدا يا كابتن محمود، وفرقه حلوه وجهاز محترم جدا، وشغلهم الله اكبر ما شاء الله عالي جدا. يعني حضرتك لا انا من الاسبوع اللي انا اتغلبت على فكره السبت اللي فات اللي قبل اللي فات اتغلبت منهم 3-1 من 2009 ستار. من ستار بالظبط، ده الماتش اللي كان متاجل لك من الدور الاول. فحضرتك قعدنا طبعا انا والجهاز، بشكر طبعا الجهاز بتاعي باكمله، قعدنا احنا والجهاز طب ايه العيوب وايه المميزات وايه، عرفنا ان العيال عندنا يعني بتلعب كره جميله جدا. نجوم اسوان بس عندهم حته الخوف. تمام. فاخدنا الاسبوع كله معسكر وعلاج للخوف ده. فالحمد لله عملوا مباراه رائعه جدا. هو مكسب وخساره طبعا. يعني انا خسرت السبت اللي قبل اللي فات. الحمد لله يعني مش هنقول لكن هم احتجوا على حارس المرمى بتاعك يا كابتن. والله بص يا كابتن محمود، هو من حق اي حد يحتج من اي حد طبعا، دي حاجه يعني ما تزعلش حد ولا تزعلني، بس انا
يعني هي حتة بس لقطة صغيرة بس. طبعا أنا مش زعلان من كابتن حازم إن هو أخذ اللاعب من غير ما يعني أنا مش هقدر إن أنا طبعا أروح للاعب أخذه من غير الجهاز من غير ما بس طبعا أنا مش زعلان من كابتن حازم. هو هم يعني الناس دي آه طبعا شخصية محترمة جدا على فكرة. هو الناس اللي هم يعني معلش أنا برضو راجل بنافس على بطولة ومن حقي طبعا أدور طبعا ومن حقي إن أنا أشوف. إحنا الحمد لله كابتن محمود إحنا أول مرة نشارك مع حضراتكم. حضرتك ممكن يعني في ناس كتيرة طبعا تعرفني أنا ما بحبش حتة اللي أنا ألاعب لاعب ده بالعكس. أنا لما بلاعب لاعب أصغر وحد كبير بيلاعبني أنا المستفاد حتى لو أنا اتهزمت بالظبط. أنا بستفاد إن أنا يعني الحمد لله بدي دفع للولد عندي أو الابن اللي عندي إن هو يعني ما يخافش خلاص بقى أنت اللي كنت بتلعب مع الأكبر منك فلما هتيجي تلعب مع سنك بتلعب طبيعي بالظبط. فهو ده اللي حصل يعني حضرتك يعني انا مش من النوع اللي احنا بنشتكي على فكره ولا من النوع مثلا اللي احنا بنحتاج لا اتهزمنا بنشوف الهزيمه سببها ايه. في توفيق وعدم توفيق. هم لعبوا مباراه جميله جدا قدامنا واحنا لعبنا مباراه حلوه قدامهم حتى لما كنا مغلوب 3-1 يمكن من حد الحكم ما هو قبل ما يصفر برده كنا مهاجمين وبنلعب. فلما جينا السبت هو الحظ ان احنا ايه يعني الموضوع قعد اسبوع ماتشين ورا بعض فيعني زي ما تقول حضرتك ان ايه ان الاولاد انت ذاكرت الفرقه كويس واللعيبه ذاكرتها كويس وهي فرقه محترمه وبجد انا استفدت منهم استفدت منهم بالاحتكاك ده قوي جدا. يعني المراقب هناك كابتن سيد سلام والحكام قال لي ان هم كانوا برضو عاملين ماتش كويس وكذا كره ليهم في العارضه جدا جدا. طب انا مش عندهم توفيق في المباراه يعني دي. انا اقول لحضرتك يعني الكره العارضه يعني الجون يعني هم احتاجوا لهم الحق اللي هم يحتاجوا طبعا. الجون يمكن ما تألقش الا في مباراه بتاعه العالمي ما تألقش في ستار ان الاكثريه الكور كانت في العرض يعني فاهمني يعني هو حضرتك انا زي ما قلت لحضرتك هو مش توفيق مش مفيش توفيق مش توفيق وعدم مش توفيق يعني هو طبعا ربنا لما بيريد طبعا ده فوق ده غصب عن اي حد بس هي انا بقول لحضرتك فرقه محترمه جدا ولا انا استفدت و2009 يعني بجد الماتش الاخير اللي انا لعبتها بجد انا يعني انا الحمد لله كده اطمنت على فرقتي ان انا يعني انافس واخش والعب والحمد لله خدوا ثقه وخدوا خبرات. لا 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 حضرتك يعني بدوره الحريف انا بشكر يعني بالنيابه بشكر يعني حضرتك وقدام الكباتن كلهم طبعا انا بشكر حضرتك طبعا على الاحتكاك الجميل ده وعلى ان احنا اتعرفنا على فرق محترمه وفرق كبيره وفرق يعني ناس خلي بالك ده الهدف الاساسي ان اللعيبه تحتك وتستفاد هو يعني ده حقيقه تحيه يعني بجد والله يعني الخساره والحساسيه اللي ما بين بعض الاكاديميات وبعضها معلش هذه الكره غلب ومغلوب يعني مش اللعيبه تستفاد ده اهم حاجه. لا استفدنا انا عن نفسي بقول لحضرتك اكاديميه نجوم اسوان استفادت واستفادت كمان ان انا حضر بقول لحضرتك انا زعلت ان انا ما دخلتش 2003 انا عندي فريق 2003 محترم جدا بالظبط بس انت دخلت في 2003 في الكاس انا دخلت في الكاس بقى حضرتك بالزبط. اني حسيت ان احنا بصراحه حبيت ان انا اريح 2008 و2007 و2009 حبيت ان انا اريحهم بحيث ان انا برضو ايه اضيف عليهم واشوف مين برضو من الناس اللي عايزه شغل عليها يعني ده اللي احنا حتى انا كنت امبارح بعد ما خلص المباراه مع عند حضرتك في الحدائق الهرم قعدنا الكباتن وقعدنا لنا حوالي ساعتين وكنا بنتناقش بقى في الموضوع ان احنا يعني نشارك ونخش طب نطلع مين دلوقتي جاهز ونريح موسم لحد الدوره ان شاء الله باذن الله طبعا احنا مع حضرتك ان شاء الله باذن الله. لا وكمان ده في دوره رمضان لاول مره هتتعمل في الحريف هتبقى دوره قويه جدا يعني جميل يعني دي بنعلن عنها من دلوقتي. طيب من خلال بقى مشاركتك في الدوري وحضرتك واضح جدا انك مذاكر الفرق كلها في 2009 مين اقوى فريق شفته حضرتك؟ يعني انا مش هجامل ولا بتاع هم اقوى فرقتين بصراحه والتالت يجي معاهم العالمي اقوى فرقتين اذا كان حسام وستار والعالمي بجد اقوى ثلاث فرق اقوى ثلاث فرق وبرده العالمي فريق محترم جدا وقوي جدا 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 يعني لا يعني بجد انا مبسوط. لا والفريق العالمي كمان
في 2009 او في 2000 او في 2007 مش فاكر، هو مضيع من ده نقط ومن ضيع من ده نقط. حضرتك اول ما جه العالمي، انا اول ما اشترك معانا في الدوره العالمي طبعا دخل بعدين متاخر شويه، متاخر بعدها باسبوعين. لا في 9 و7 لا في الاثنين جامدين، انا تعادلت معاهم وانا اتفرجت عليهم في 7. فرقه محترمه، فرقه جدا. محترمه جدا 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 وشغل عالي ما شاء الله برضو طبعا الكباتن. لا شغل عالي يعني، هو حظ ان العالمي ما دخلتش معانا من الاول بجد بامانه. بالظبط. لا كنت هتلاقي منافسه اكتر من كده، اقوى من كده. عشان يعني أقوى من العالمي كده. الاسبوع اللي فات فقط لعب 3 ماتشات. انا حضرتك 2009 انا لعبت كل دي كانت ماتشات متاجله ليه. انا لعبت، وطبعا الضغط على العيال طبعا بيصحوا بدري ومواصلات انا لعبت. وطبعا انا اول مباراه لعبته معاه تعادلنا، وتعادلت برضو معاه في 2007. امبارح الحمد لله فزت 2-0. كسبت امبارح 2-0. 2-0 على العالمي. لا انت امبارح كنت بقى مكسر الدنيا. الحمد لله. يعني انتصارين على ستار وعلى العالمي. بص حضرتك، يعني حضرتك لو هنرجع بقى، انا بسجل على فكره بعض اللقطات من المباريات وكده، لو هنرجع بالمباريات بتاعتنا لا من زي اول يوم زي تاني يوم زي تاني اسبوع طبعا لا. فلا انا الحمد لله يعني. اللي مش كويس هو اللي ما يستفدش ان فرقته تدخل بنفس المستوى وتخرج بنفس المستوى. لا ماليش دعوه بمكسب وخساره خالص، انا بتكلم يعني على مستوى تطور مستوى اللعيبه نفسها. اللي يخش لو داخل 30% ويطلع من البطوله 30% او 40% ده ما استفادش. لا 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 لا. لكن نجاحك ونجاح البطوله ان اللعيبه بتاعتك مستواها يتطور في اخر البطوله. كابتن محمود انا طبعا بشكر طبعا اولياء الامور بجد بامانه. يعني انت لما توصل لمرحله اللي انت تعيش معاك اولياء الامور نفسهم في المكسب والخساره، دي حاجه تانية. انا مش عايز اقول لحضرتك والله في اولياء امور معايا اولادهم ما بيلحقوش ينزلوا بيفرحوا معانا وبيزعلوا معانا. طبعا مش عايز اقول لحضرتك على قد التعب طبعا. انا بسهر اللعيبه بتصحى معايا بدري. مش عايز اقول لحضرتك بيقوموا بدري. احنا وراجعين فايزين العيال بتقعد تغني وتهيص وبتاع، لو احنا راجعين لا قدر الله في هزيمه ولا في حاجه لا ما بحدش حتى اولياء الامور زعلانين. طبعا فدي انا بشكر طبعا اولياء الامور طبعا عليها، ان انا الحمد لله وصلنا ان احنا بينا يعني تيم واحد، بينا عيله واحده. الاكاديميه كلها على قلب الراجل واحد الحمد لله. 2007 برضو انت بتنافس لحد اخر اسبوع، شايف الاسبوع اللي جاي ازاي؟ لا هو حضرتك يعني هو الحمد لله طبعا 2007 طبعا مدربين ده في مفاجاه في الجدول بقى. لو بصيت في الجدول ان فرقه العالمي ليها فرصه، يعني فرقه العالمي اللي هي في المركز الثالث ليها فرصه في حاله تعثر. هي فاضل لها ماتشين، فاضل لها ماتشين في حاله تعثر. نجوم اسوان وستار وفوز العالمي في الماتشين يعني تحقق مفاجاه كبرى وغير متوقعه، ده اللي محدش واخد باله منه يعني. والله حضرتك عايز اقول لحضرتك على حاجه، انا قلت حضرتك فرقه العالمي فرقه محترمه جدا ولا يعني انا بقول لك انا بقولها بقى كان نجوم اسوان، انا مش عايز طبعا اقلل باي فرقه تانية. العالمي لو دخل معانا من اول الفرقه لا كانت برضو من الاوائل. وهي على فكره حضرتك يعني لما فرقه تخش من نص الدوري وتبقى في الاوائل دي حاجه كويسه. خلي حضرتك لعبه 9 ماتشات عندها 18 نقطه، لو عندها ماتشين في اخر اسبوع فاضل لها ماتشين. لو كسبته ما توصل للنقطه 24. انتوا داخلين انتوا الاثنين حضرتك نجوم اسوان وستار عندكم 22 نقطه، 22 كل فريق عنده ماتش. انت ستار عنده الحسام وانت عندك مين؟ انا عندي ان سبورت. لازم انت تكسب وستار يكسب، او لازم يعني فرقه من الاثنين تكسب، لان لو فرقه من الاثنين وقعت العالمي هيبقى العالمي لا يخش مكانه اول الدوري. بص هقول لحضرتك انا يعني مش انا بس، يعني احنا كلنا كنجوم اسوان باللعيبه بالجهاز بالاداره بكله لا احنا دخلنا 2007 بصراحه كانت عينينا على 2007 ان احنا مركز اول. فان شاء الله باذن الله يعني الماتش اللي جاي هو الفاضل لنا، وطبعا زي ما هنرجع ونقول المكسب والخساره بتاع ربنا سبحانه وتعالى. طبعا. بس احنا بنجتهد وبنعمل اللي علينا. فان شاء الله خير. يعني برضو عايز اسالك مين الفرق اللي لفتت نظرك في المسابقه دي؟ برضو في 2007 طبعا انا بقول لحضرتك الفرقه الوحيده اللي انا تعبت قصادها هي ستار و لعبتها ماتش واحد وكسبتها. هو طبعا البطوله دي دور واحد كسبتها 3-2
طبعا الماتش ده فرق معاك جدا جدا جدا، وهو ده الماتش اللي يعني الماتش ده بست ست نقط فكسبت الحمد لله 3-2. وهي لا فرقه حضرتك بص بتوع كوره برضه كانت الفرقه دي معانا السنه اللي فاتت ووصلت لنهائي بطوله، لا توصل توصل يعني الله اكبر ما شاء الله، لا يوصلوا لا وينافسوا نفسه يعني فرقه جامده. الحسام على فكره عندهم فرقه جامده جدا مع انهم بعيد، لا هو ركز هو, هو حضرتك يعني ممكن نقول الحسام يمكن عمل العكس يعني انا حضرتك ما ركزتش يعني انت شايف ده ذكاء من المدرب يعني انت مثلا ركزت في بطوله مركز مع 2007 ركز مع 2007 حسام مركز مع 2009 تسعش مدرب تاني يعني كل مدرب يبقى مركز في بطوله معينه عايز يعمل فيها نتائج. انا اقول لحضرتك لو حضرتك تفتكر يعني اول انا ما كنتش عارف اللي حضرتك ان في 2009 انا دخلت بعد كده ولا انا حضرتك وبعدين لما جيت لعبت الماتشات كلها ورا بعضها كنت بلعب ماتشين ثلاثه مؤجلات فكنت بتلعب ماتشين في اليوم فبرضه معلش كنت يعني داخل وعايز افرح الاولاد سريت لين لا يعني لما لعبنا ونافسنا لا لينا لا لينا طب ليه ما ننافس ليه ما ناخدش خدنا الشباب خدنا على سبيل ان احنا لا تنافس طبعا نعم انت كنت في الاخر طب لا انا عاوزك مركز طبعا والحمد لله يعني المركز الكام دلوقتي احنا في المركز الرابع الثالث المركز الثالث 2009 عندك الثالث احنا كنا الاخير بقينا في الثالث الثالث من التاسع وصلت للثالث في نهايه البطوله فاضل لنا ماتش تقريبا برضو يعني لك ماتش بالظبط 24 ممكن توصل ل 27 نقطه يعني قريب برضو يعني برضو قريب والحمد لله فانا بقول لحضرتك يعني اللي خلاني ان احنا كنا مركزين في 2007 ان احنا اول ما دخلنا مع حضرتك 2007 بالظبط انا مش عايز اقول لحضرتك يعني اللعيبه برضو الحمد لله 2007 يعني عندي لعيبه ممتازه جدا سواء الحارس احمد سعيد سواء المدافعين عبد الله علي سواء خط النص عندي محمد عادل مع سليم مع جاسر مع عثمان مع شريف لا كلهم نجوم انا خايف انسى حد تمام. يعني انا بجد بامانه لا انا يعني هم اللي مشجعيني ان انا اقوم واصحى ونجيب اتوبيس ونروح ونيجي يعني حتى انا يعني وعدتهم قلت لهم ان شاء الله باذن الله ان احنا الماتش السبت اللي جاي لا نطلع على الهرم يعني خلاص بقى يعني لازم بقى يعني بص طبعا. مكسب والخساره ده بتاع ربنا يعني طبعا. لا انتوا ادينا اللي علينا ولو لينا نصيب في اي حاجه ان شاء الله هنشوفها باذن الله 2007 2007 باذن الله. طيب يعني اخيرا كده شايف الاكاديميه راحه فين في نهايه الموسم؟ والله حضرتك لا احنا يعني كنا ماشيين بحاجات معينه انا عندي طبعا الكابتن صلاح مدير الدار عندي مدير الاكاديميه ماشيين ان هو بخطوات ثابته يعني مشينا خطوه طب الخطوه اللي بعدها ايه بالظبط طب خلصت الخطوه دي طب قربت تخلص طب الخطوه اللي بعديهم ايه تمام. فاحنا حضرتك لا بالنسبه للاكاديميه بالنسبه للدوره بجد بامانه لا اتنقلنا نقله كبيره جدا يعني لدرجه ان احنا بنقول لحضرتك لا خلاص بقى يعني ايه نعمل بقى زي موسم راحه نشوف ايه اللي محتاج شغل خطط للسنه الجديده باذن الله ان شاء الله وربنا يكرم طبعا شبابنا وبنحلم طبعا ان احنا ربنا يكرمهم ويروحوا نوادي باذن الله. احنا عملنا ايه لاولياء الامور واللعيبه اللي عندك؟ اولا بشكر اولياء الامور بجد بامانه يعني حتى اللي هي مثلا مش عارفه تجيب ابنها وتيجي بالتليفون بتتابعنا والله اول كلمه بيقولها لي طب عملتوا ايه مش مثلا ابني فين ولا جايين امتى لا عملتوا ايه تمام. دي حاجه. الحاجه الثانيه طبعا معانا في 2009 لاعب اسمه معاذ برضو حصلت له اصابه والله يعني مش عايز اقول لحضرتك مامته المفروض تاخده يطلع بيه على المستشفى وهي راحت بيه المستشفى عماله تتابعنا في التليفون عملتوا ايه اخباركم ايه والله بجد خلاص كله مهتم وكله يعني فلا عملتوا ايه طب و2000 طب والله انا يعني انا باذن الله يعني ابنها ربنا يشفيه طبعا وامه بالسلامه لا الف سلامة ليك الله يخليك عارف مش عايز اقول لحضرتك بتقولي لا انا الاسبوع الجاي هجيبه وهو في الجبس هجيبه عشان يقعد مع زمايله عشان فدي طبعا انا بشكرهم طبعا الحمد لله الحمد لله طبعا بشكرهم وبشكر كل واحد واقف جنب اكاديميه نجوم اسوان الحمد لله يعني ناس كثيره طبعا يعني عرفت ان احنا لينا في فرقه وفي شباب طالع زي الورد ودي رساله طبعا لنا الحمد لله اللي احنا عملناه. بالنسبه للعيبه بقول لهم لسه احنا في حاجات كتيره عاوزها منكم
لسه لسه بدري يعني، ماشيين بخطوات حلوه بس انا عايز الاحسن طبعا، وعايزين ناخد كل بطوله وكل ماتش بناخده، كل تمرين ناخده بجديه باذن الله. باذن الله ان شاء الله. كابتن عبدو نورتنا وشرفتنا، الله يخليك، التوفيق ليك في الاسبوع الاخير وكل الفرق اللي موجوده معاك، يعني كنت منافس قوي سواء بطوله 2007 حسمت الستار او حسمت لنجوم اسوان، ولكن الفرقتين قدوا موسم ولا اروع ولا اجمل ولا احلى في الاداء وفي الاخلاق وفي الالتزام. بطوله ايضا 2009 سواء حسمت لستار او الحسام، الفرقتين فرقتين محترمين والمنافسه كانت من بينهم منافسه محترمه. هنشوف تقرير كان ماتشات الدور قبل النهائي لمسابقه الميكس، وكانت ماتشات نار ما بين بلاك ستار لاعب امل سوريا. بلاك ستار كان اول المجموعه بتاعته في مسابقه الميكس، وامل سوريا كان تاني المجموعه الثانيه في القاهره. والماتش ده كان من اقوى الماتشات اللي اتلعبت، وخلص 3-2 في الدقائق الاخيره. الماتش الثاني كان ما بين الدفاع الجوي اللي هو اول المجموعه الاولى وتيم سبورت تاني المجموعه الثانيه، وانتهى 3-0 ليتاهل بلاك ستار والدفاع الجوي الى الدور قبل النهائي لمواجهه فيرست واجيال امبابا في الدور قبل النهائي من بطوله دوري الحريف لمسابقه الميكس. طبعا فيرست واجيال امبابا صعدوا من الجيزه، وبلاك ستار والدفاع الجوي صعدوا من القاهره. هنشوف التقرير وهنشوف اللعيبه والمدربين قالوا ايه، وبعد التقرير هنرجع نستقبل نجوم اكاديميه الجزيره. اهلا وسهلا بكم من جديد. مبروك لفريق بلاك ستار، قدم مباراه عظيمه، وفريق الدفاع الجوي قدم ايضا مباراه جيده، وامل سوريا رغم خسارته وتوديعه للبطوله لكن كان منافس قوي طوال البطوله، وكان منافس قوي في المباراه قبل النهائيه. طبعا قبل ما هستقبل ضيوفي الكرام نجوم الجزيره اللي لقبناهم بالحصان الاسود هذه البطوله، وهم لعبوا بالمناسبه 2001 وتاهلوا، عايز اقول لحضراتكم اسماء الفرق اللي مشاركه في بطوله الكاس في النسخه الثالثه، هو اللي هتنطلق يوم 1 مارس المقبل ان شاء الله، الجمعه اللي بعد الجايه ان شاء الله، في 2009 في اكاديميه العدوي والحسام وفيكتوريا وسموحه وسبورتنج وجولز وجمال عبد الحميد، دي 2009. 2007 في ايضا الحسام وفي سموحه وفي فيكتوريا وماجيك والتجمع والعدوي وجولز ونجوم السلام وشباب الخالدين وكيبتاون والمصريين والعميد والحريف سرايا القبه، وطبعا فرق كتير من دي كانت مشاركه معانا في الدوري زي الحسام وزي فيكتوريا وزي جمال عبد الحميد وزي الحريف يعني والمصريين وغيره. ف 2005 2006 حتى الان العدوي او العدوي واشبال مصر ونجوم السلام ميجا سبورت سبورتنج اكاديمي والعميد وجي ام ار وزي اكاديمي ليفربول جبال النوبه وسموحه والوداد، ده بالنسبه لفرق البراعم. اما بالنسبه لفرق الناشئين اللي بتبدا من فرقه 2003 نجوم اسوان اللي كان معانا الكابتن عبده غريب ضيف الفقره السابقه، وبورتو وإليت والوداد واشبال مصر ونهضه السلام ونجوم المستقبل وباور والعميد والحريف وايات الشام. اما في 2001 ماجيك وجي ار ام والليدر ونجوم المستقبل وماجيك التجمع، وفي مسابقه الميكس اياكس السلام وسبورت اكاديمي ونجوم السلام وباور وبورتو ومصر السلام وجبال النوبه وإليت وتيم سبورت، دي الفرق اللي اكدت حجزها حتى الان. طبعا بفكر حضراتكم ان الجداول والقرعه هتتعمل خلال هذا الاسبوع، وهتلاقوها على موقع ريزيتوبيا، اللي هيدخل على موقع ريزيتوبيا هيتلاقي نتائج القرعه اللي هتتعمل، وهيتلاقي جدول المباريات، وهيتلاقي بعد كده ترتيب كل فريق. فحضراتكم هتتابعوا الصفحه بتاعتنا على الواتساب او الصفحه بتاعتنا على الفيسبوك او هتتابعوا موقع ريزيتوبيا. الفقره الثانيه النهارده معانا يعني بقى عايز اقول ايه، عريس دوري الحريف اللي تاهلوا للادوار النهائيه في المسابقات اللي شاركوا فيها ولعبوا بطوله 2001 قبل النهائي، كان ماتش قوي جدا مع فيوتشر ونجحوا ان هم يفوزوا على فيوتشر. فيوتشر من الفرق القويه جدا مع كابتن احمد سعيد. كابتن ناصر ابراهيم مدير اكاديميات الجزيره، منورنا كابتن ناصر. منور موجود.
وابراهيم محمد واحد من نجوم فريق الجزيره مواليد 2001، ما شاء الله جسمه يعني جسمك عامل لك مشاكل. منورنا ابراهيم. بمرك. يعني ابراهيم محمد من اللعيبه الكويسه ومن اللعيبه القويه ومن اللعيبه اللي عندها كوره. طبعا هو بيتمتع بالبنيان القوي، وكل لعيبه المحافظات بشكل كبير بتبقى جسمها قوي شويه. فابراهيم في احتجاج ضده من الفرقه اللي كان بيلعبها اللي هي في فرقه فيوتشر. فقبل ما يجي الحلقه راح بعت لي البطاقه بتاعته، وقبل ما يخش البرنامج يعني دلوقتي راح موريني البطاقه بتاعته. فبيبقى في تفاوت في البنيان الجسماني، ده طبيعي، بيبقى طبيعي في بعض الاوقات، وفي اوقات تانية ما بيبقاش طبيعي طبعا، يعني عشان نفرق ما بين الحالتين. كابتن ناصر مبروك التأهل في الأول في 2001، يعني هنبدأها المراحل الأكبر ثم الأصغر ثم الأصغر. 2001 أنتوا تأهلتوا خلاص للدور النهائي، يعني أنت كنت متأهل عن مجموعة الجيزة، وكنت بتلعب فيوتشر متأهل عن مجموعة القاهرة في قبل النهائي، وأنت كسبت هذه المباراة. بداية كده الحمد لله، الأول أشكر الكابتن محمود على الاستضافة الجميلة دي وظهورنا، وأشكر برضو القائمين على دوري الحريف في إن هم بيقدموا يعني المواهب وبيعملوا عملية تسويق للبراعم، وخصوصا المحافظات بقى، يعني المحافظات اللي هي الفيوم المنيا الصعيد يعني والأرياف وكده. والله بتبقى يعني المواهب هتلاقيها فعلا في الأرياف، يعني انت لو نزلت أكيد طبعا. الكره والمراكز والنجوع والكفور والعزب، لو عايز تلاقي مواهب مصر مليانه مواهب، بس في الاماكن اللي هي يعني تحت دي. تمام. فبتبقى محتاجه بقى الكشافه والامكانيات طبعا على قدها وكده. فدي فرصه، يعني دور الحريف دي فرصه لظهور بعض اللعيبه يعني من خلال دور الحريف دي. تمام. نشكركم عليها كتير يعني. احنا بنشكركم طبعا اللي انتوا يعني نورتونا وشرفتونا، اول مشاركه ليكم السنه دي في دوري الحريف. بالظبط، هي اول مشاركه، حتى احنا اشتركنا كمان في البطوله متاخر شويه. بالظبط، انت كانت ماتشاتكم مضغوطه دايما، كانت بالزبط. في كل المراحل السنيه كانت ماتشاتكم مضغوطه. بالظبط، كنا بنلعب ماتشين في اليوم، فده كمان كان مأثر شويه على النتائج، بس طب. الحمد لله يعني في معظم الاعمار يعني خدنا مركز اول في 2001، مركز اول في 2005، مركز اول في 2009. ب 2000 اتأهلت رسمي بالثلاث فرق دول. ثلاث فرق دول، وكنت مشارك ب 2007 و2000 2007 و2003. احنا يعني عندنا 2003 هي فرقه هتبقى هايله، بس ان شاء الله الموسم الجاي، لان الفرقه دي خلي بالك انا يعني بقول والناس زهقت، بس برضو بقرر مش مهم النتائج، بالظبط، مش مهم مين يتأهل، بالظبط، المهم ان اللعيبه تيجي وتستفاد بعد نهايه البطوله. يا كابتن ناصر يكون طلع من عندك لعيب او اثنين او ثلاثه استفادوا، تقدر تسوقهم بعد كده في الانديه. هي بالنسبه ل 2003 يعني انضمامهم في الاكاديميه جديد بعض العناصر يعني، فبنديلهم خبرات من خلال الدوري الحريف السنه دي، وان شاء الله في الموسم الجاي هيبقوا فرقه قويه جدا ان شاء الله 2003 بالاخص باذن الله. باذن الله. اما 2007 فهي حصلت معاها كام ضروب كده برضه في بدايه الدوري، يعني كان اول ماتشات لينا كان مطر وكان الجو وحش جدا، اول اسبوع من الفيوم، اول اسبوع جيت انت كمان جيت متاخر في ماتش في الاسبوع ده واتحسب عليكم، كان مطر وبرق ورعد وحاجات كتيره يعني، وكان اول ماتش لينا طبعا. فاليوم كان عندنا في اليوم ده ماتشين، فالماتشين اتاخدوا علينا انسحاب، فيعني كان في شويه ضربات كده وبتاع، بس الحمد لله يعني ايه، هو باين لهم ماتشين يعني ممكن يصعد تاني كده. انما بالنسبه ل 2009 و2005 و2001 متصدرين البطوله يعني الحمد لله. ابراهيم البطوله عامله ايه 2001؟ المنافسه فيها كانت عامله ايه في الاول قبل ما توصل للمباراه قبل النهائي؟ كانت منافسه لحد ما كانت جيده الحمد لله، احنا ماشيين على خطى ثابته، عندنا تارجت معين بنلعب على البطوله. والحمد لله يعني على قد ما نقدر ننفذ كلام الكباتن بننفذ. دايما الكباتن يعني بيتكلموا معانا بيدونا دايما الخطوط العريضه بيشتغلوا عليها، يدونا الفرصه ان احنا يعني الكابتن دايما يقول لنا ابتكر. لعيب الكوره ما ابتكرش وكده مش هيبقى لاعب كوره، هو ده اللي بيفرق لاعب كوره عن لاعب تاني. تمام. يعني المنافسه جيده، ونشكر حضراتكم طبعا على انكم منحتوا لنا الفرصه ناخد الاحتكاك ده، كانت منافسه جيده والحمد لله. المدربين اللي معاك، يعني مين المدرب بتاع الفرقه بتاعتك؟ المدير الفني بتاع الفريق بتاعك؟ ولا انتوا يا كابتن في الاكاديميه محدش مسؤول عن فرقه بعينها؟ لا، هو محدش مسؤول عن فرقه بعينها. لا، عندنا مدرب الكابتن سلامه مسؤول، المسؤول عن 2001. المسؤول عن 2001 انا يعني حضرتك. المسؤول عن فرقه 2001. 2001
كابتن سلامة مسؤول عن 2009 و2007 الاثنين مع بعض. معانا الكابتن علاء مسؤول عن 2005 و2003. يعني هو هي الأكاديمية الجهاز الإداري بتاعها مش شغال بسيستم صح، فعشان كده هي ناجحة. طبعا الحمد لله، يعني عندنا فوق 60 لاعب بيلعبوا في أندية القاهرة، ودي ده راجع ليه؟ للسيستم الصح بالنسبة للأكاديمية. بالظبط. كمان مش اكاديميه واحده، هي يعني مجموعه اكاديميات. عندكم مجموعه اكاديميات في الفيوم وفي المنيا. بالظبط، لذلك هي اكاديميات الجزيره بالمنيا والفيوم. فالجهاز الاداري وسيستم الجهاز او القائمين على الاكاديميات، فعشان كده الحمد لله يعني موصلين لنا لمرحله تقدم كتيره، وباين على اللعيبه بقى. يعني ناتج على اللعيبه اللي بتخرج بتروح الانديه. طبعا. ابراهيم انت مركزك ايه في الملعب؟ سرد باك. سرد باك. شايف برضو لعبت انت قبل كده في اكاديميات ولا دي اول اكاديميه؟ لا أول دي اول اكاديميه. اول اكاديميه. استفدت ايه من الاكاديميه؟ بالك فيها قد ايه؟ اربع سنين. استفدت ايه في خلال الاربع سنين دول؟ استفدت حاجات كتيره جدا. طبعا انا بدات من اول ما بدات من الاكاديميه، بدانا الكابتن بيبدا معانا الف بكوره. استفدت كتير جدا طبعا، خدت خبرات طويله مع الاكاديميه في اشتراك في كذا دوري. والحمد لله يعني احسن دلوقتي. شايف مستواك اتطور؟ طبعا جدا اتطور، مستواي اتطور جدا بقى في حته تانية، وان شاء الله يعني الجاي خير. هو لعب في انديه، يعني لعب في الغابه، يعني هو موجود في انديه، يعني مش لعبت في انديه. حاليا بتلعب في انديه؟ لا. ولا كنت قبل كده؟ كنت الموسمين اللي فاتوا. المنافسه في الدوري السنه دي شفتها ازاي؟ منافسه قويه جدا طبعا، وبالتحديد المباراه النهائيه قبل مباراه قبل النهائي مع فيوتشر. كانت مباراه قويه جدا جدا. كان يعني كانت مباراه كويسه. الحمد لله قدرنا نفوز، احنا ماشيين بشكل جيد جدا في الدوري. وصلنا قبل النهائي ما دخلش مرمانا اهداف خالص. لحد اقوى دفاع يعني. اقوى دفاع. مين اللي بيلعب جنبك في المدافعين برضه يعني؟ حقهم اللي انت تذكر اسمهم. والحارس المرمى انت اقوى طبعا خالد، عندنا اقوى دفاع في الدوري كله، خلي بالك كده. يعني انت كده اقوى دفاع في الاهلي وفي القاهره وفي الجيزه. الحمد لله طبعا. ده يرجع الفضل طبعا للكباتن، بتعاون معانا جدا الحقيقه. معنا الحارس مرمى عالمي يعني الحقيقه، والله حارس كويس جدا خالد بيبو. خط الدفاع طبعا خط قوي جدا مع ريزو، محمود ريزو سرد باك. معنا باك ليفت عالمي احمد فتحي، ديفندرات، نمر وحماده. عندنا خط الهجوم قوي جدا برده، اقوى خط هجوم في المجموعه، كنا في المجموعه بتاعتنا اقوى خط هجوم برده. نكسب ماتشات 8 و5 و6. مصطفى فتحي، محمود حوكا، احمد سعيد، دوكش. لا فرقه ممتازه الحقيقه. هي 2001 بالمناسبه، 2001 فيها ست لعيبه بيلعبوا في انديه القاهره هنا. مين هم؟ يعني عندنا احمد فتحي. لعب في طلاع الجيش، لعب في طلاع الجيش. وهي برضو انا عايز الفت نظر لنقطه، يعني الارياف الدنيا بتبقى صعبه عليها قوي بالنسبه للبراعم والناشئين جدا. فالمصاريف والمسؤوليه وكده وبعد المسافه عن القاهره، لان انت لو كل محافظه حتى استقلت بنفسها لا صعب جدا. انت تنزل في يوم ما فيش غير فريق الاول درجة الاولى وفرقه تحت الفيست، يعني يا دوبك ما فيش ناشئين غير فرقه واحده. طب انت باقي الاعمار فما تلاقيش برضه، معظم محافظات هتلاقيها كده طبعا، فبتضطر انك انت تيجي القاهره طبعا. دلوقتي حاليا يعني يكاد يكون ما فيش مصاريف من الانديه على البراعم والناشئين. لا ده خلاص، كل الناشئين دلوقتي شغال استثمار. بالظبط، وكل لاعب كمان هو اللي بيصرف على نفسه. يعني انت هتصرف على نفسك هتلعب، مش هتصرف على نفسك ما بتكملش. مواصلات بقى ورايح وجاي. مواصلات كام يعني؟ مصاريف كامله. فان راح سنه الثانيه ما بيقدرش يكمل، فبيحصل له ضروب، يستنى. يعني ما بيقعد يستنى كده، يقعد سنه مثلا وبعد كده يكون عالي شويه، كبير شويه، يقدر يعتمد على نفسه، يقدر يدخل نفسه دخل، يصرف على نفسه. لان برضه ولي امره ما بيقدرش يصرف على كام سنه في النشاط. كان عندنا احمد فتحي، احمد سعيد، مصطفى فتحي، نمر، محمود نمر، احمد حماده بيلعب في بيراميدز. من ضمن احمد حماده برضو اللي كاتبين عليها عطارات دي، ده وبيلعب في بيراميدز. يعني احنا نصور له الكارنيه بتاع بيراميدز ونجيبه. تمام. ما هو دي 2001. لا ده هو اساسا 2004. 2004. 2004. وبيلعب معاكم في 2004. بيلعب معايا ده، انا معايا برضه 2004 ولد اسمه حاتم برضه بيلعب معايا 2004. بيلعب في الغابه. فالفرقه فيها 2004 وفيها 2003 وفيها 2001.
في 6 لعيبه بيلعبوا في فرقه القاهره هنا. فعشان كده انظار يعني ابراهيم ده الستايل وكده، هو الموضوع مش موضوع ستايل على فكره برضو بالشكل الكبير، موضوع اداء طبعا. شايف ستايل مع اداء فبيبدا يشك. من حقه ماشي طبعا، لكن المتاخد عليه ما يشككش في الايه او ما يقللش من مكسب الفرقه اللي ضده طبعا. خلاص هايل بتاع حظ المفروض يعني الطبيعي كده. انما احنا هنا بنلاقي الثقافه برضو فكر والوعي على قده شويه، كله نازل عايز يكسب. انما ممكن نقول شعارات، احنا مش جايين عشان نتيجه ومش عارف ايه والكلام ده، كله بيقول شعارات بالظبط، لكن الحقيقه غير كده. يعني الثقافه بتاعه المدربين اللي موجودين، وهي اي مهنه في الدنيا فيها دخلاء كتيره وخصوصا الكوره، لان صعوبات الكوره ركنوا على جنب. فدخل دخلاء كتير. اي واحد يلم يلا نعمل اكاديمي، يعمل اكاديمي ويبدا يشتغل، مفيش تقنين، مفيش سيستم ماشي عليه، هو ما هوش بتاع كوره اساسا بالظبط. فبالتالي بيجي فبيبوظ برضه فكر اللاعب، ما بيستفيدش اللاعب. يعني منظومه الاكاديميه تعليم المهارات الاساسيه لكره القدم، انت بتتكلم بشكل عام. لكن انا اكلمك بشكل خاص، اللي مش عايز اقول لك 100% لكن اقول لك 90% من الاكاديميات المشتركه في دوري الحريف لا المدربين بتوعهم يعني ناس يعني احنا برضه مش بندخل اي حد معانا. يعني لازم يكون مدرب، لازم تكون اكاديميه محترمه، ما ينفعش اي اكاديميه جايه ندخلها. فطبعا في زي ما انت بتقول في دخلاء على المهنه، بس انا لا انا في كلامي بتكلم بصفه عامه. انا فاهم، انا بوضح بس كابتن احمد يعني الكلام مش ليه خالص بتاع فيوتشر، لانه لا لا ما اقصدش حد بعينه، انا بتكلم بصفه عامه. انا بوضح النقطه دي، بوضح بصفه عامه، دي نقطه مهمه جدا، وهي النقطه المفروض يبقى فيه تقنين، يبقى فيه يعني حتى من الاتحاد يعني لازم يبقى فيه حاجه. بحس ان مش اي حد يجي يروح عامل اكاديميه طبعا. انا بتكلم كمان على فكره في المحافظات، ما بتكلمش في القاهره. مش اي حد يجي من هنا يروح يدخل يعمل لي ملعب ويأجر ويعمل اكاديميه. يعني المفروض ان بيبقى فيه يعني شروط علشان يعمل اكاديميه بتاع، يبقى فيه تقنين كده يعني طبعا. فيه مراقبه فيه كده، لانه هو بيضر اساسا باجيال طالعه، لان هو ما عندوش فكره. والكلام ده ممكن يزعل ناس كتير، بس طبعًا. انا بقول حقيقه يعني، ده حقيقة كلام واقع يعني. كلام واقع. كلام واقع. ابراهيم ايه اللي بيميزه في الملعب؟ والله ابراهيم من لعيبه الرجال قوي. يعني راجل قوي، ملتزم جدا بكل اللي بيتقال له تمام. هو معظم لاعبي اكاديميه الجزيره متعلمين المهارات الاساسيه لكره القدم بساحه تمام. فبيبان عليهم. يعني حضرتك برضو انا شفتك في يوم في الوفاء والامل، الوفاء والامل. وكنت بتتابع اكيد، شفت ماتشات انبهرت بيها، دي مش طبعًا. اكاديميه دي طبعا، ده حقيقه. هو الشرط برضو انه كان في بعض الدوريات. لا وعايز اقول لك كمان ان كان معانا الحلقه اللي فاتت كابتن بطل، كابتن بطل علي من نجوم التحكيم والناس اللي حكمت في الدوري المصري، ومن المدير الاداري لقطاع ناشئين في وادي دجله. بالظبط الكابتن طبعا بطل. احنا بنجيب حكام على اعلى مستوى في الحمد لله في البطوله، حكام كلهم يعني حكام خبرات كبيره يعني. فالكابتن بطل لما اتفرج على الفرقه بتاعتكم 2005 بالظبط في توليب، في الملعب بتاع ملاعب عالم الرياضه في الساحه بجوار توليب، قال لا الفرقه دي فيها اكاديميه الجزيره فيها لا يقل عن 4 5 6 لعيبه يلعبوا انديه دوري ممتاز مستحيل. هو بيتكلم على مواليد واحده كمان. على مواليد واحده، بيتكلم على 2005 2005 بيتكلم على انه فعلا حكم 2005. كلمني هو بعدها على طول، قال لي في فرقه الجزيره. هو بالتالي هو بمناسبه 2005 برضه احنا عندنا وديت يعني ايه، خلي ابو الكباتن خليك فاكرها يعني، عندنا باك رايت. هيبقى باك رايت منتخب مصر في يوم من الايام، اسمه سيف ايمن. اسمه سيف ايمن. عندنا برضه سيرد باك حسن احمد. الاثنين دول بيلعبوا بوترجيت، معاهم يوسف نبيل في بوترجيت. محمد سعداوي في بوترجيت. اسامه محمد في بوترجيت، يعني احنا عندنا ان شاء الله 5 في 2005 بيلعبوا بوترجيت. في بوترجيت. اثنين بيلعبوا في الغابه. فالفرقه عاليه. احنا برضه عندنا ميزه يعني، ودي راجعه لاداره الاكاديميه بصراحه. ان اللاعب اللي يخرج من الاكاديميه يروح نادي ما بيسيبش الاكاديميه لحد ما يخلص فتره الناشئين بتاعته كلها. بالظبط، لان احنا مفهمينهم ان الاكاديميه والنادي خطين متوازيين طبعا. ان سبت الاكاديميه هطاع في النادي، لان مدرب النادي ما بيضيفش كتير دلوقتي. انا كلامي وكمان عدد التدريبات في النادي ما بقتش كافيه. بالظبط. هو عايز يتجهز. طيب هو لو ساب الاكاديميه
المهارات الاساسيه لكره القدم تفضل تعلمها لحد ما تبطل كوره وتمر عليها يوميا طبيعي يعني في تمرينك. طيب انت رحت النادي بتخش في مرحله ثانيه، شغل النادي غير شغل الاكاديميه اكيد، فانت سبت الاكاديميه تاكد انك هتقع في النادي. فعشان كده اولادنا بيكملوا معانا في الاكاديميه لحد نهايه فتره الناشئين. بالظبط. ابراهيم طموحك ايه في الفتره الجايه؟ الفتره الجايه ان شاء الله يعني طموحنا العب فرقه دوري ممتاز باذن الله، والعب بقى فريق اول كده اصعد دوري ممتاز باذن الله فريق اول، الوصول للمنتخب احلام كتير. وطبعا الحلم الاول طبعا اي لاعب يتمنى الاحتراف وكده. بتشتغل على نفسك ازاي خلال وجودك في الاكاديميه؟ طبعا الكباتن يعني بيتعاملوا معانا جدا بدون يعني على قد ما يقدروا يدونا بيدوا مجهود كبير جدا الحقيقه، واحنا بنتعب فبقدر اشتغل على نفسي. يعني لو خلصت عندنا 3 تمرينات في الاسبوع ممكن اشتغل لوحدي عادي. يعني بعد ما اخلص التمرين ممكن اشتغل، ممكن اكمل شغل لوحدي مع بالذات جانب شغل بتاع الاكاديميه طبعا، وده يفرق بيفرق معايا يعني الحمد لله. اكيد. كابتن ناصر الفتره الجايه برضو طموحك ايه بالنسبه للاكاديميه، وايه الرساله اللي انت حابب توجهها للعيبه واولياء الامور في الاكاديميه؟ والله بالنسبه للطموح بتبقى عاليه شويه، يعني بالنسبه لاكاديميه الجزيره بالفيوم والمنيا ففيها مواهب غير عاديه. يعني انا يعني كل املي اني القى يعني 5-6 لعيبه بيلعبوا في منتخب مصر، وهيحصل ان شاء الله باذن الله. باذن الله هيحصل، انا متاكد من كده. بياخدوا شغل عالي جدا وباين على مستواهم يعني. ده اللي خاص بالاكاديميه. طبعا بالنسبه لاداره الاكاديميه طبعا شايله يعني بتعمل شغل غير عادي، يعني الكابتن عدلي غزاوي، الكابتن صديق، الكابتن سيد، الكابتن علاء في التسويق بصراحه، الكابتن محمد مهران، الناس دي عامله شغل غير عادي. ولولا السيستم اللي هم شغالين بيه في الاكاديميه نفسها كاداره ما كنا هنبقى زينا زي اي اكاديميه. طبعا طبعا. احنا الموسم اللي فات كنا مشتركين في دار في القاهره وبرضه هنا خدنا المركز الاول في جميع الاعمار. جميع الاعمار. في جميع الاعمار. فبصراحه برضه بتوجه لهم بالشكر يعني على ادارتهم للاكاديميه وشغلهم العالي. نورتنا كابتن ابراهيم، كابتن ناصر ابراهيم المدير الفني لاكاديميه الجزيره في الفيوم والمنيا، وابراهيم محمد احد نجوم اكاديميه الجزيره مواليد 2001. نورتنا ابراهيم. شكرا. نورتنا كابتن ناصر. اتفضل عايز تقول حاجه. الشكر الخاص والشكر الكبير قوي لانه يعني كابتن سلامه محمد حسن، كابتن سلامه حجي، هو بالنسبه للاولاد يعني اللعيبه يعني صاحبهم. مصاحبهم، فعشان كده بيحبوه قوي، فعشان كده برضو الشغل بيبان قوي. اكيد. فشكر خاص للكابتن سلامه على مجهوده الجبار يعني. واحنا بنشكر كابتن سلامه الدينامو اكاديميه الجزيره اللي بتلاقيه متواجد من الملعب ده للملعب ده للملعب ده، في كل ملعب موجود الكابتن سلامه. وبنشكر كل المسؤولين عن اكاديميه الجزيره ولاعيبه اكاديميه الجزيره على المستوى الفني والاخلاقي اللي ظهروا بيه. عايز افكر حضراتكم ايضا في ملعب التجمع اتلعبت ماتشين لقبل النهائي يوم السبت اللي هو كان امبارح على طول، الماتش الجزيره وفيوتشر وانتهى 1-0 لصالح الجزيره، والماتش الثاني كان ما بين المستقبل اللي هو اول مجموعه القاهره مع القادسيه وانتهى 3-1 للمستقبل. اذا هنا فاز فريق ممثل اللي هو الاول اللي طلع الاول في مجموعه القاهره اللي هو المستقبل، وفاز الفريق اللي هو الجزيره اللي هو اول مجموعه الجيزه على ممثل القاهرة. فإذا المباراة النهائية إن شاء الله هتكون الأسبوع المقبل ما بين الجزيرة اللي هو ممثل الجيزة والمستقبل ممثل القاهرة، ونعلم برضو المواعيد بتاعتها إمتى إن شاء الله. عايز برضو أشكر كل فريق العمل يعني بمناسبة بطولة الدوري وبطولة الكاس، يعني وصلنا للمحطات الأخيرة. عايز أشكر كل فريق العمل إنهم بيبذلوا مجهود رهيب جدا، كابتن صلاح ونيس راجل يعني جندي المجهول في البطولات وفي التنظيم بيعمل شغل قوي وكبير جدا، ونور رسلان او نور سعيد ومصطفى طماوي دول في الجانب الاداري، وطبعا تامر وعلي المراقبين بتاعه الماتشات، وكابتن محمد شعبان المسؤول عن التحكيم في مدينه نصر، والكابتن سيد سلام، والكابتن شيكا في حدائق الاهرام، والكابتن زنجا، والكابتن اشرف في البراجيل. يعني كل الناس بتتعب، اكتر من 50 واحد، اكتر من 50 فرد بيشتغلوا في منظومة الحريف بيتعبوا علشان في الاخر الدوري ينجح ويوصل للمكانة دي. يعني انا مش فاكر الرقم كام، بس هم يعني اكتر من 50 شخص بيتعبوا وبيبذلوا مجهود رهيب جدا كل يوم
جمعه وسبت في الملاعب، وبعد كده يخلصوا الجمعه والسبت يبداوا يستعدوا للاسبوع اللي بعديه، سواء بقى بت في شكاوي، سواء تعديل ماتشات، سواء مونتاج، تصوير، تحكيم، يعني مجهود كبير جدا من فريق العمل الحريف، انا بحييهم عليه. بشكركم تاني يا كابتن ابراهيم وكابتن ناصر، نورتونا. هنشوف بقى الماتشات اللي اتلعبت امبارح قبل النهائي، كان في طبعا ماتشين قبل النهائي زي ما قلت لحضراتكم عليهم، وكان في نفس اليوم في ماتشين مواليد 2003 ما بين وان اكاديمي وسبورت اكاديمي 2003. هنشوف اللقاءات ايه اللي حصل فيها، والمدربين قالت ايه، واللعيبه قالت ايه، وبعد ما نشوف اللقاءات هنرجع نستكمل حلقتنا مع الكابتن علاء المدير الفني لاكاديميه الجزيره. اهلا وسهلا بكم من جديد، شكرا طبعا للكابتن اسلام المدير الفني المحترم للبلاك ستار، عامل نتائج رائعه في بطوله الميكس السنه دي، وفي المسابقه السنه دي عامل يعني شغل محترم واداء محترم ونتائج محترمه هو وكل الفرق الحقيقه اللي صعدت للدور قبل النهائي في الميكس و2001. الفقره دي طبعا زي ما نوهنا معانا اكاديميه الجزيره اللي بنحتفل بيها وبنحتفل بالمستوى اللي ابهرونا بيه، ان هم داخلين البطوله متاخر، كان فات حوالي 3 4 اسابيع، طبعا ضغطنا لهم ماتشاتهم على قد ما نقدر عشان يخلصوا مع بقيه الفرق، فكان هم عكس الفرق الثانيه كل اسبوع بيلعبوا ماتشين وثلاثه في المرحله الواحده في نفس اليوم، يعني الفرق كانت بتلعب الماتش الطبيعي بتاعها 2005 مثلا فبيلعب ماتش وبيمشي وبيروح، انما دول كانوا بييجوا من الفيوم ممكن يلعبوا في اليوم ماتشين وممكن يلعبوا في اليوم ثلاث ماتشات في كل المراحل السنيه، ولكن مع ذلك نجحوا ان هم يتأهلوا في ثلاث مسابقات زي ما الكابتن ناصر قال من شوية 2009 و2005 وفي 2001. المدير الفني لأكاديمية او لأكاديميات بقى الجزيرة في الفيوم والمنيا كابتن علاء حمدي، منورنا كابتن علاء. ونجم من نجوم دوري الحريف ومن نجوم أكاديميات الجزيرة اللي تألقوا بشدة في دوري الحريف هذا الموسم اسلام تامر مواليد 2005، منورنا اسلام، عامل ايه؟ توقعت المستوى ده يا كابتن علاء في البطوله؟ يعني لو توقعت ان ولادك يظهروا بالشكل ده؟ لا بصراحه لا بس لا بس الحمد لله هي البطوله الحمد لله كانت بدايتها كويسه جدا، وانا قلت اللعيبه الكيرف بتاعها هيعلى ماتش عن ماتش، فالحمد لله الحمد لله اللعيبه الحمد لله ادت زي ما احنا عايزين ووصلت بالمستوى اللي احنا عايزينه. فالحمد لله الحمد لله، ولك بقول لحضرتك احنا ما توقعناش اللعيبه هتظهر بمستوى اللي هم ظهروا بيه، بس الحمد لله الاحتكاك كويس، اللعيبه ظهرت بمستوى كويس ال 2005 وال 2009 وال 2001، فالحمد لله الحمد لله قدرنا نصعد بال 2005 وال 2009 وال 2001. اسلام شايف المسابقه بتاعت 2005 كانت عامله ازاي؟ والمنافسه فيها كانت عامله ازاي؟ كانت حلوه، بس كان في قدامنا فرقة نابولي كان صعبة شوية، كانت فرقة قوية. بس دي أصعب فرقة قابلتكم. انتوا عملتوا ايه مع نابولي؟ تعادلتوا معاه. تعادلنا معاه في الدور الأول والدور الثاني. وباقي الماتشات كانت عاملة ايه والمنافسة فيها كانت عاملة ازاي؟ لا كانت حلوة، احنا ما دخلش بين الهجوم. توقعت ان المنافسه تكون قويه بالشكل ده في الدوري ولا ما توقعتش ان في اكاديميات هتبقى بالمستوى ده؟ ما توقعتش ان في اكاديميات بالمستوى ده. في اكاديميات قويه جدا، في لعيبه كويسه جدا، في مدربين كويسه جدا شغلهم باين. طبعا بشكر حضرتك طبعا على المنافسه طبعا الكويسه جدا اللي انت اتحت اصل الفرصه للعيبه، فالحمد لله المنافسه كانت كويسه جدا، في بصراحه في لعيبه كويسه جدا 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 فعلا. في مدربين كويسين، في لعيبه برضو كويسه، فالحمد لله احنا قدرنا برضو الحمد لله نشتغل على اللعيبه، وانا قلت لحضرتك قبل كده قلت لك كل ماتش هتلاقي الكيرف بتاع اللعيبه الحمد لله بيعلى، فالحمد لله الحمد لله قدرنا نوصل الحمد لله بالكيرف بتاعنا، وصلنا النهائيات بثلاث مراحل. شفت ماتش 2001 قبل النهائي ولا ما كنتش موجود؟ لا ما كنتش موجود، كان عندي تمرين. لكن هم قالوا لك ايه على الماتش ده؟ لا قولي كان ماتش، كانت فرقه فوتشر اصلا اولي فرقه كويسه جدا. ومحترمه، والحمد لله قدرنا نكسبهم الحمد لله 1-0. استفدت ايه من المشاركه في البطوله يا اسلام؟ استفدت خبرات كتير. انا اول سنه ليا في الاكاديميه، واستفدت خبرات ومهارات كتير.
انت اول سنة اول مرة تشترك في اكاديمية ولا دي اول سنة في الجزيرة؟ كنت في اكاديميات قبل كده؟ لا انا كنت في الجزيرة وطلعت ورجعت لها تاني. ورجعت تاني ما رحتش اكاديميات تاني. واستفدت ايه من الجزيرة نفسها؟ يعني من ساعة ما انت روحت الاكاديمية لحد دلوقتي استفدت ايه من المدربين؟ استفدت كابتن ناصر وكابتن علاء وكابتن سلامة اجتهدوا معنا اشتغلوا معنا. و شايف مستواك بيتطور معاهم ولا ولا زي ما انت دخلت زي دلوقتي؟ لا بتطور مستوى زي كابتن. اللعيبه اللي عندك بقى في القطاع يعني كابتن ناصر كان لسه بيكلمني عندكم ما شاء الله اكتر من 10 لعيبه في الانديه. شايف اللعيبه مين اللي عندكم اللعيبه اللي في الانديه ومين اللعيبه الكويسه اللي عندك في القطاع؟ لا الحمد لله احنا عندنا مجموعه لعيبه كتيره جدا في الانديه. وان شاء الله الموسم الجاي برضه ان شاء الله يبقى فيه لعيبه كتيره جدا الحمد لله. لان في لعيبه مميزه في مثلا احمد محمد. دي اكاديميه المنيا. في احمد محمد ده برضو في المنيا. في حارس مرمى في خيري مصطفى برضو في المنيا 2005. في مصطفى خلف في السكه 2006. في احمد سعد في الغابه. في فارس عربي ده في الغابه 2002 ده لاعب كويس جدا وان شاء الله هيبقى ان شاء الله يبقى في حاجه كويسه. في محمد عمر ده 2010. وفي زياد وفي محمد اسماعيل وفي محمد تميم وفيه هادي ده 2001 برضه يبقى لعيب كويس. وفي احمد محروس وفيه اتنين توأم هيبقى كويسين جدا دول 2005 ان شاء الله هيبقى في انديه كويسه حسن وحسين. وفي معتز بالله برضه هيبقى كويس لعيب ده لعيب هيبقى كويس معتز بالله علاء ده بتروجيت 2011 تمام. وفيه بيسو برضه 2011 برضه بتروجيت. فيه بلال فيه زياد فيه زياد فيه بلال شعبان ده هيبقى برضه لعيب كويس. في مرتضى عبد الكريم برضه 2008 برضه هيبقى لعيب برضه كويس. في عمار حمدان برضه هيبقى لعيب كويس. في حسام عزم هيبقى برضه لعيب كويس. كل الحمد لله عندنا ان شاء الله السنه الجايه ان شاء الله في لعيبه كتير جدا ان شاء الله. لان في انديه برضه مكلماني ممتاز في الممتاز زي الداخليه وزي طلائع الجيش وزي الاهلي وزي المقاولين وزي انبي. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله هيبقى حاجه كويسه ان شاء الله. لا انت عندك مجموعه بصراحه مجموعه كويسه جدا كله بيشيد بيهم. طب خلينا ناخد تليفون الكابتن احمد الدالي المدير الفني لاكاديميه الحسام. اهلا بيك يا كابتن احمد. مساء الخير يا محمود بيه. اخبار حضرتك ايه؟ والله الحمد لله في نعمه من عند ربنا والله كله تمام والله كويس الحمد طبعا لله. طبعا بنشكركم على الاستقبال والاستضافه لجميع الفرق مواليد 2009 و2007 في ملاعب الحسام بحدائق الاهرام. احنا تحت امر دوري الحريف وكاس الحريف في اي وقت ودي تعليمات من دكتور حسام الممدوح رئيس الاكاديميه ونائب رئيس مجلس اداره مدارس الحسام المتكامله. يعني اهلا وسهلا في اي وقت في للبطوله بتاعه كاس الحريف او الدوري في اي وقت تحت امركم. انت حد محترم واحنا شرف لينا ان احنا بنشارك معاكم في ان احنا بنستضيف على ملاعب الاكاديميات مدارس الحسام الدولية بطولة الدوري وبطولة الكاس. الله يخليك يا كابتن احمد. شايف المراحل الأخيرة بقى يعني في المسابقة فاضل أسبوع واحد وتنتهي مسابقة 2009 و2007 ورغم إن فاضل أسبوع واحد إلا أن المسابقتين حتى الآن لم يحسموا أو بالتحديد 2007 يعني 2009 حسمت بشكل كبير لفرقة الحسام. تمام. هو بص هو سريعا كده اول حاجه انا عايز اقول لك ان كل الشكر والتقدير لكل الفرق في الدوري. فرق محترمه جدا فرق فيها مجموعه يعني انا بتفرج على الدوري وفرق الدوري يعني في الماتشات بتاعتهم كل فرقه فيها عنصرين وثلاثه ممكن ان هم يلعبوا ويشاركوا في دوريات الاتحاد ويبقوا لعيبه انديه لعيبه متميزه جدا. في 2007 بالتحديد عندك ستار وعندك اسوان وعندك تيم وعندك العالمي وعندك ياسين فرق كويسه جدا وفرق محترمه وبيدوروها ناس كفء ومدربين على مستوى عالي. يعني نوعا ما المنافسه انا شايفها شرسه قوي في 2007 ما بين اسوان وستار والعالمي ثلاث فرق محترمين وناس يعني زي ما بقول لك كده. هو المسابقه هتتحسم في الماتش الاخير اللي هو الاسبوع السبت الجاي. انا عن نفسي انا يعني على حظ حسام 2007 لاعب ستار فانا متهيألي الماتش ده هيبقى ماتش ليه يعني ليه استعدادات ثانيه خالص يعني على اساس ان احنا مش بننافس ولكن طبعا اسم الحسام اسم كبير فاحنا يعني لازم نظهر بشكل كويس بالنسبه للماتش دوت.
وبالنسبه لاسوان تقريبا هي هتلعب مش عارف فرقه تانية، والعالمي لسه متبقي له ماتش او ماتشين على ما اعتقد، فاضل له ماتشين. هي المنافسه شرسه جدا بالنسبه ل 2007، وبالتوفيق للثلاث فرق، الثلاث فرق محترمين ومدربينهم محترمين، في ستار كابتن فؤاد، وطبعا على راسهم الحاج ياسين صاحب اكاديميه ستار من الناس المحترمه اللي بحترمها على المستوى الشخصي، وكابتن حازم ابنه وكابتن فؤاد واستاذ وليد الاداري في اكاديميه ستار نرفع على دماغنا من فوق، وفي نجوم اسوان كابتن عبده من الناس المحترمين، مدرب كوره محترم ومعاه جهاز فني، انا كل ماتش بشوفه بلاقي معاه جهاز كامل، خمس مدربين في كل ماتش. اه طبعا اهتمام غير عادي. العالمي فرقه محترمه، كابتن ياسر موجود في اكاديميه العالمي اللي بيكاتشن او اللي بيشرف على فرقه 2009، فرقه كلها محترمه. ده بالنسبه ل 2007، وسريعا عشان ما اطولش عليك، 2009 هو كان الموضوع كان متعلق الاسبوع اللي فات ان انا كان عندي ماتش مهم قوي، وضعه مهم قوي، كان كنت بلاعب ياسين وربنا كرمني وكسبت 5. ده زي ما تقول كده يعني نوعا ما قرب كده درع البطوله للحسام، او يعني انا يعني هو ستار الاقرب المنافسين ليا، اتغلب 3-0 من اسوان. كان تقريبا كان في اعتراض على لعيب، انا بتهيألي يعني مش هخش في تفاصيل مش بتاعتي، الفرق كلها حبايبي وبنحترمهم وبنقدرهم، بس انا متهيألي ان 2009 يعني زي ما بقول لك كده ايه، بنلمع الدرع بتاع الدوري للحسام ان شاء الله في 2009 بامر الله تعالى. ان شاء الله بالتوفيق ليك ولكل الفرق المشاركه في دوري الحريف هذا الموسم. حبيب. كابتن حبيب. احمد حبيب. نورتنا يا كابتن احمد. حبيبي شكرا شكرا. اشكر حضرتك شكرا جزيلا. الكابتن احمد الدالي المدير الفني لاكاديميات الحسام. كابتن علاء، بتشتغل ازاي على الاكاديميه؟ يعني ما شاء الله عندك عدد كبير جدا من اللعيبه موجوده في الانديه، ازاي بتسعى انك تطلع هذا العدد كل سنه، وازاي تفرغ للانديه لعيبه كبيره من الاكاديميه من عندك؟ بس كابتن اولا طبعا كابتن ناصر وكابتن سلامه طبعا بيتعبوا جدا مع الولاد طبعا في التمرين، كابتن سيد فاروق وكابتن محمد مهران في المنيا طبعا بيتعبوا برضو مع الولاد من خلالهم طبعا، من خلال شغلهم. الحمد لله العيل بيوصل الحمد او الولد بيوصل الحمد لله لمستوى كويس. وانا طبعا بوديهم طبعا انديه، فالحمد لله عندي برضو مجموعه، وان شاء الله باذن الله ان شاء الله السنه دي هيبقى فيه لعيبه كويسه جدا في جميع انديه. تتوقع مصر. كم لاعب هيطلع من عندك السنه دي؟ لا ان شاء الله هيبقى كتير، يعني اكتر مثلا من 7-8، ممكن توصل ل10. عدد كبير. عدد كبير ان شاء الله. اسلام، انت مركزك ايه في الملعب؟ هاف يمين ولا هاف شمال ولا هاف شمال؟ هاف شمال. بتلعب رجلك الشمال ولا اليمين؟ اليمين. بتلعب باليمين. ايه اللي انت يعني بتحب بقى تكسر لجوه وتشوط، ولا ايه اللي بيميزك في المركز ده؟ بحب اللي انا بكسر كده وشوط. انت لعبت الماتشات كتير في البطوله، ولا ما كنتش واخد ماتشات كتير؟ لا، كل الماتشات. كل الماتشات لعبتها. الكابتن بتاعك كابتن سلامه، ولا كابتن مين اللي هو الكوتش بتاعك في الملعب؟ كابتن ناصر. كابتن ناصر، ايه التعليمات اللي بيديها لك؟ هو بيقول لنا العبوا وكده، ما تخافوش، والفوز جاي جاي. العبوا وما تخافوش وخليكم رجال. كابتن علاء، اللعيبه اللي شايفه استفادت ايه من دوري الحريف، يعني من المشاركه اول ما بدات لحد الان؟ كابتن، اللعيبه استفادت الاحتكاك بالماتشات، وان السن الصغير طبعا 2009 طبعا برضو استفاد كتير جدا. 2007 اول 2005. 2009 عندك اول مره يلعب بطولات. اول مره يلعب. تمام. ال 2007 طبعا اللاعب طبعا من اول 2007 طبعا بتوقفه مثلا ازاي في الملعب، ازاي بيتحرك. ال 2005 برضو بيعرف ازاي، برضو يعرف يلعب ازاي ديفندر، يلعب نص ملعب، يلعب مساك، يلعب هاف رايت، هاف ليفت، تحت الفراوده، فيرود، ازاي اللاعب بيتحرك في الملعب. لا الحمد لله بطوله كويسه جدا، والحمد لله احنا استفدنا منها كتير جدا كمدربين وكلاعيبه. تمام. الفترة الجاية انت برضو يعني المدربين او اللعيبة واولياء الامور عايزين يسمعوا منك، الاكاديمية عندك واحدة من انجح الاكاديميات في الفيوم وفي المنيا، الفترة الجاية انت محضر لهم ايه ومجهز لهم ايه؟ طبعا بشكر طبعا اولياء الامور طبعا في المنيا وفي الفيوم، وان شاء الله ان شاء الله بوعدهم ان شاء الله من تقدم لتقدم ان شاء الله، وبوعدهم ان شاء الله السنة الجاية ان شاء الله يشوفوا ان شاء الله حاجة مختلفة تماما عن السنين اللي فاتت باذن الله. اسلام، انت شايف ايه اللي انتوا عملتوه خلاكوا تصعدوا بدري كده في 2005؟ احنا عملنا انجاز كبير. المنافسه مع الفرق كانت يعني، هل انتوا استعديتوا كويس؟ كل ماتش كنت بتستعدوا له كويس، ولا كانت الفرق بالنسبه لكم كلها واحد؟
لا الفرقة كلها كانت واحد، بس احنا برضو كابتن نصر تعب معانا وكابتن سلام. تمام، يعني خلينا برضو نشوف تقرير ماتشات الوفاء والامل. كانت ماتشات قوية وماتشات حاسمة. طبعا كان في مباراة مهمة جدا ما بين فيرست وطموح، دول في مجموعة الجيزة، ولكن هذا الماتش كان ماتش هام وماتش حاسم. فالماتش ده اتلعب في الوفاء والامل وانتهى بفوز طموح 1-0، وطموح تأهلت 2005 الى دور الثمانية، من الفرق اللي تأهلت لدور الثمانية مع فرقة زنين من مجموعة الجيزة. ده كان اهم ماتش او من اهم الماتشات اللي اتلعبت في هذا اليوم. ايضا كان في مباراة اخرى ما بين الجزيرة وجولدن بوي. الجزيرة كان عنده ماتشين في 2005، ولكن فاز قدر ان هو يفوز في مباراته مع جولدن بوي ليؤكد تفوقه وصعوده رسميا ايضا لدور الثمانية في بطولة 2005. كان في ماتش مهم جدا ما بين جمال عبد الحميد وديدو 2003، ونجح جمال عبد الحميد ان هو يحقق مفاجاه كبيره ويكسب ديدو ليضعف امال ديدو في الصعود. لسه ليهم فرصه، ولكن الموضوع بقى صعب عليهم. ايضا كان هذا الاسبوع في ماتش مهم جدا ما بين النهضه ويونايتد البدر ويونايتد الشروق، ونجحت بدر ان هي تكسب المباراه 2-0 لتتاهل رسميا بدر في مسابقة 2003 لدور قبل النهائي. كانت النهضة مركز ثاني قبل هذه المباراة، ولكن بفوز بدر رفعت رصيدها إلى 21 نقطة على ما أعتقد. يعني هي حسمت مسألة الصعود وتأهلت بصحبة النهضة للدور اللي بعد كده. فكانت مجموعة مباراة. طبعا في فرق جزيرة حسمت، كان عندكم ماتش الإسماعيلي يا كابتن علاء تقريبا الأسبوع اللي فات 2009، وحسمت تأهلها أيضا في 2009 مع الإسماعيلي. يعني مجموعة مباريات كانت قوية. هنشوف خلصت إيه ونتائجها كانت إيه والمدربين قالوا إيه واللعيبة قالوا إيه في الوفاء والأمل، ونرجع نستكمل فقرتنا مع الكابتن علاء وإسلام تامر لاعب نادي الجزيرة مواليد 2005. أهلا وسهلا بكم من جديد. شفنا هذه اللقاءات مع اللاعبين بعد المباريات المهمة اللي انتهت الأسبوع الماضي. بجدد ترحابي بالكابتن علاء حمدي مدير أكاديميات الجزيرة والفيوم بالفيوم والمنيا، وإسلام تامر لاعب فريق 2005 بأكاديمية الجزيرة. كابتن علاء، كنا بنتكلم عن دوري الحريف وعن اللعيبة الكويسة اللي عندك، ولكن في نفس الوقت انت ليك تجربة ناجحة جدا مع فريق السكة الحديد مواليد 2005. السنة دي كنا يعني يهمنا طبعا تقول لنا وصلت لإيه ولعبت دوري القاهرة ونتائجك كانت عاملة إيه واللعيبة اللي عندك إيه في نادي السكة. يعني تجربتك في نادي السكة بشكل عام أنت تقييمك ليها إيه؟ طبعا الحمد لله إحنا ماشيين كويس في الدوري. إحنا بنلعب دوري سوبر القاهرة، معانا أهلي ومعانا داخلية ومعانا طلائع جيش ومعانا الاتصالات، معانا فرقة الحمد لله إحنا ماشيين في نص الجدول. طبعا انا بشكر طبعا الكابتن نبيل كمال طبعا المشرف العام وامين الصندوق طبعا في النادي، اللي هو طبعا بصراحه الراجل ده تعبان جدا من اول الدرجه الاولى لحد مثلا القطاع كله. بشكر طبعا الكابتن صلاح بالفتوح رئيس الجهاز، بشكر طبعا الكابتن عزاز، الكابتن ابراهيم يكن، الكابتن عبد الله حجازي، الكابتن ماهر يوسف، وبشكر طبعا اخويا طبعا اللي انا بتعلم منه بشكر اخويا طبعا اللي انا بتعلم منه الكابتن ايهاب بيتا، ده مدرب محترم جدا وانا بتعلم منه بشكره طبعا. الحمد لله انا عندي الحمد لله لعيبه مميزه في 2005، مع عندي مثلا احمد اسامه ده ان شاء الله، لا ده لا ده ان شاء الله باذن الله هيبقى لعيب كويس او ان شاء الله هيبقى في حاجه كويسه. عندي احمد وائل، عندي بدر، عندي بودي، دول في الفرقه 2005 السكه الحديد. دول في الفرقه 2005 السكه حديد، احمد اسامه واحمد وائل برضه هيبقى لعيب كويس في نص الملعب. عندي بدر، عندي محمد ماهر، عندي زياد خالد، عندي مازن، عندي سعيد، لا عندي مجموعه لعيبه كويسه الحمد لله ان شاء الله هيبقى حاجه كويسه او مستقبل النادي ان شاء الله الفتره الجايه باذن الله في 2005 في سكه حديد. تمام. يعني قطاع الناشئين في نادي السكه بشكل عام راح فين؟ بص يا كابتن، اول هو اول سنه مجلس اداره يمسك جديد، فالمازي كابتن نبيل طبعا دكتور محمد عيد طبعا طبعا وعلى راسهم طبعا الدكتور محمد عيد. كابتن نبيل طبعا راجل لاعب كوره فاهم في المجال، فالحمد لله هم الحمد لله ان شاء الله هيرجع ان شاء الله من خلال الناس ده. يعني الحمد لله السنه دي ان شاء الله السكه طالعه الحمد لله الدرجه الاولى صعدت للترقي،
وان شاء الله باذن الله هتبقى حاجه كويسه ان شاء الله خلال السنين الجايه او السنه الجايه ان شاء الله في سكه حديد باذن الله. طموحاتك ايه مع القطاع الناشئين في السكه؟ ان شاء الله طبعا طموحاتي ان شاء الله ان اصعد امسك درجه اولى باذن الله. الدرجه الاولى ان شاء الله. اسلام طموحاتك ايه مع في الاكاديميه وبشكل عام؟ طموحاتي ان انا العب في الزمالك. و انت زملكاوي؟ انت بتقول له انت خايف من كابتن ليه؟ كابتن علاء اهلاوي. نفسك تلعب في الزمالك والمنتخب. انت بتشجع الزمالك بقالك قد ايه؟ بقالي 5 سنين. 5 سنين. الزمالك هياخد الدوري السنه دي ولا لا؟ ان شاء الله. لا الاهلي. الكابتن هيمشيك من الاكاديميه. لا اسلام ده هيبقى لاعب كويس جدا يا كابتن. ايه اللي بيميزه يا كابتن؟ بص يا كابتن، هو بيلعب ديفندر، بيلعب ناحيه الرايت، بيلعب في كذا مركز زي ما احنا بنقول له. هيبقى لاعب كويس قوي اسلام ده، وان شاء الله هيبقى في حته كويسه السنه دي في انديه الممتاز. كلمة أخيرة حابب توجهها لكل اللعيبة اللي عندك وأولياء الأمور اللي عندك. طبعا طبعا بتوجه طبعا بالشكر طبعا لحضرتك وإدارة الحريف وكابتن محمد شعبان طبعا اللي هو تعبان بصراحة معانا هناك. طبعا طبعا لأولياء الأمور في المنيا، مدربين المنيا طبعا بشكر طبعا الكابتن محمد مهران، كابتن سيد فاروق، الأستاذ أحمد. طبعا بشكر طبعا كابتن نصر ابراهيم دي اكاديميه الجزيره بالفيوم، كابتن سلامه طبعا القماش طبعا اللي هو يعني دي حاجه كويسه الحمد لله اللي كابتن معانا مدرب زي الكابتن سلامه، كابتن عدلي، الكابتن حجاج محمد، الكابتن كريم، الحاج محمود. الحمد لله بشكر طبعا اولياء الامور في الفيوم، وانا بقول لهم ان شاء الله باذن الله انتظروا ان شاء الله حاجه كويسه ان شاء الله السنه دي في الانديه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. نورتنا كابتن علاء ونورتنا اسلام، وانا في النهايه بشكر حضراتكم على حسن المتابعه. وقبل ما هنختم الحلقه هنسيبكم مع تقرير مهم ايضا من ملعب الوفاء والامل، وان شاء الله تستنونا يوم الاحد المقبل في نفس الميعاد من 5 لـ7 علشان نقول لكم اخر التطورات في دوري الحريف، ومين اللي صعد بصفه رسميه او بشكل رسمي، ومين اللي تاهل، ومين اللي خرج البطوله، وايضا هنعلن عن قرعه كاس الحريف الحلقه المقبله. هسيبكم مع تقرير الوفاء والامل، وان شاء الله نلتقيكم الاحد المقبل.